أيها المشاهدين ديال الحليوة، تبارك الله. هاد الحليوة عجنتها بكوبايل، تبارك الله، اللهم بارك، وزوقتها بالشكلاط البياض والكركاع من الفوق، تبارك الله. ديروها في دياركم، معتندموش عليها. الحلوى زوينة واقتصادية، تبارك الله، وبنينة ورائعة لذيذة، اللهم بارك. وتبعوا الطريقة ديال الغزلان ديالي، وديروا لي اللايكات ديالكم الزوينة والتعليقات ديالكم، وابوني ما نساونيش من الدعم ديالكم. الله يسهل علينا وعليكم يا ربي، امين. في هاد العواشر الله يخلي لكم وليداتكم وصحتكم يا ربي. انا كندعم معكم في هاد العواشر، الله يخلي لكم وليداتكم، دعموني معكم وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم، لاباس؟ بخير، هانيين، كي دايرين؟ عواشركم مبروكه. مرحبا بكم معايا في قناه شيوات فاطمه المغربيه. اليوم ان شاء الله اجيتكم فيديو جديد، نشارك مع اخوتي حليوه دوز اتاي. غير انا دوز اتاي كنصايبو بهاد القطعة هذا على حساب صابلي. تبعوا معايا المشاهدين ديالي. بسم الله، عندي هنا نص ديال المنغارينا، الزبده مانغارينا قسمتها على جوج. عندي هنا كاس ديال سنيده، كاس عامر، راه عادي نمعس مزيان الزبده مع سنيده. بسم الله، تبعوا معايا المشاهدين ديالي. هاد الحليوات كيجيو تبارك الله واعرين رائعين اقتصاديين، تبارك الله، كيجيو بنان وبنينين بزاف، تبارك الله. صايبوا الحليوه ديالكم لوليداتكم في داركم، ما تشريوش الحلويات من الزنقه برا. دابا مع الحال سخون كاين الامراض، الله يستر، برا كاين الحاجه اللي كطيح ليها الميكروب. صايبوا الحليوه ديالكم لوليداتكم في ديوركم. ديالي اللي عنده الزبده اللي باغي يخدم بها الحلوه، الا كان عنده في الثلاجه يجبدها مع الصباح والعشيه يخدم بها الحلويات ديالو، باش الزبده كطلق ما كتبقاش يبلقوق في الحلوه. دائما المشاهدين ديالي كنوصيكم على هذه الطريقه. انتم المشاهدين ديالي كتجي هاد الحليوه تبارك الله رائعه وبنينه، الصلاه عندي، اللهم بارك. خدموا الحليوه لوليداتكم في ديوركم، تبارك الله، ما تندموش عليها. دابا مع الحال سخن الحاجه، الدراري اللي كلاوها برا كيمرضوا، سبحان الله. الله يخلي لكم وليداتكم وعائلتكم، عواشركم مبروكه، تعيدوا بالصحه والراحه وطول العمر ان شاء الله، انتم وليداتكم وعائلتكم والمشاهدين ديالي الغاليين. ودعموني يا الغاليين ديالي، نكب عليها ان شاء الله الزيت. هنا كاس ديال الزيت، ما عامرش بزاف، عندي كاس ديال الزيت، انا كنطلقها شويه شويه مع الزيت. هاكا المشاهدين ديالي، كي كتطلق الزبده مزيان عاد كنرجعو ان شاء الله نديرو القوام اخر. عندي هنا، عندي هنا فانيا، ضروري النكهة فانيا كتعطي واحد النكهة واعرة. والله يا المشاهدين ديالي ما تندموا على هاد الحليوة ديال الدار، تبارك الله، كتجي بنينة، تبارك الله، ورائعة، كتجي بنينة وفنة ونقية. الحاجة ديال الدار كتكون نقية، تبارك الله، أي حاجة في ديركم كتكون نقية، تبارك الله، ما تندموش عليها. ها هي الزبدة، تبارك الله، غادي نطلقات، مبقاش فيها الحبوب، ما كتبقاش فيها داك الكويرات، تبارك الله. بحال هكا المشاهدين ديالي، نتمنى منكم اللايكات والتعليقات ديالكم الزوينات، الله يخليكم ليا الغاليين. اللايكات ديالكم الزوينات، بارطاجيو الفيديوهات ديالي مع العائلة ديالكم، الأصدقاء ديالكم، الله ينوركم ونور حياتكم يا ربي، آمين. دخلوا تفرجوا الفيديوهات ديالي، الله يسهل عليكم اخواتاتي الغاليين، اخواتاتي العزاز عليا، اخواتاتي العزاز عليا. انا درت جوج البيضات، انا دائما انا الغاليين ديالي كنجيكم بحاجه اقتصاديه، ما كنجيب لكمش المقادير غاليين بزاف. تبعوا معايا، انا دائما مع جوج بيضات، ها انتم كتشوفوا المقادير قدامكم. تبعوا معايا الغاليين ديالي، والله الا هاد الحليوه واعره، صلاه عندي، اللهم بارك. نتمنىكم ان شاء الله ديروها في ديوركم، فكروني وكتبوا لي في الكومنتيرات ديالكم، الله يسهل عليكم. انتم المشاهدين ملي كتخلطوا الزبده، اللهم بارك، انا دابا غادي ندير دقيق، غادي ندير واحد الخماره حمراء، غير وحده، انا دائما مع الخماره دائما وحده عندي في الحلوه، انا ما كنغليش عليكم بزاف، كنجيب لكم هادشي اقتصادي، تبارك الله. وهنا تبعوا معايا،
تبعوا معايا الغاليين ديالي وعطيوني ودنيكم. دقيقة المشاهدين ديالي، دائما عينكم ميزانكم. دقيق ما كنقدرش نعطيكم القياس ديال الدقيق، كاين الدقيق اللي زوين كيبقى كيبقى ثابت، كاين الدقيق اللي كيشرب كيقصح، ودائما الحلوه ديالكم ما تقصحوهاش. انتم المشاهدين ديالي تبعوا معايا وعطيوني ودنيكم وعينيكم. انتم الغاليين ديالي، هاد الحلوه تبارك الله واعره، كتجي اقتصاديه. ندير هاد كوبايل الحلو، كاكاو الحلو، حنا كنقولوا له كوبايل، كاين كاكاو اللي مسوس، كاين كاكاو اللي حلو. انا درت هذا ديال الباكيه، ديال الباكيه تا هو كيجي واعر تبارك الله. انا خليت الحلوه خفيفه باش كندير لها كاكاو، كاكاو راه كيقصح الحلوه، دائما خليو الحلوه ديالكم خفيفه. هذا الشكلاط هذا راه كيبغيوه الدراري تبارك الله، صيبوا بالحليوه ديالكم لوليداتكم، ما تندموش عليها، ملي عاد نصايبها نشاركها مع خوتي. بديت كنطلق بالمدلك، انما تخليوهاش غليظه بزاف، ديروها على حساب قياسكم، على القياس باش كديروا الحلوه دائما. كنخدموا شي المشاهدين ديالي صابلي، دابا هذا راه غير دوازاتي على حساب صابلي، وخدموا هاد الميكه هادي باش ملي كطلقوا الحلوه ديالكم كضربوا بالدلك، ما كتلصق لكمش في الدلك. ها هي دابا الميكه غاديه تبارك الله ساهله. ها انتم يا المشاهدين ديالي، عاد نرجعها ونسرحها ثاني دابا مره اخرى. ها انتم المشاهدين ديالي الغاليين، راكم عزاز وغاليين عليا، كنشارك مع خوتي اي حاجه ديرتها في داري كنشاركها مع خوتي. دابا راه غادي نحبس ونشوفوا واش باقا غليظه ولا رققتها. هو المشاهدين ديالي هانتوما يا دابا، هذه بركه عليها حسابها هو هذا. انا بديت كنقطع المشاهدين ديالي، كنمشي معاها كامله بهذه القطعه هذه، ما ديروش هذه اللي محفوره من هنا، ديروا هاد الجهه هذه اللي جايه سامبل، ما ترقوش العجينه المشاهدين ديالي لحقاش ما كان هذه غادي الصابليات، وان انا كنخدمها حلوه عاديه، الحلوه العاديه ما ترقوهاش بزاف، خليوها جامعه راسها شويه غليظه شويه. المشاهدين ديالي لحقاش هادي ما مخدوماش على حساب صابلي، راه على حساب دوازاتي، واي مقطع عندكم في الدار غادي تخدموا به كتجي الزواقه رائعه تبارك الله. غير هي كنوصيكم على واحد الحاجه، ما تقصحوش الحلوه ديالكم، ملي كطيب كتجي رطبه وهشيشه، وإلا قصحتوها كتجي الحلوه كارمه ويابسه، ما كيجيش فيها واحد اللون زوين، كتجي اللون ديالها خايب. انا شكلت الحلوه بهذه الطريقه، طريقه على حساب الصابلي، ملي عاد يطيب نشاركها مع خوتي ديالي. بعد ما طابت ليا الحلوه خليتها بردت شويه، دابا راه كنزينها في الشكلاط الابيض، وكندير فوق منها نص ديال القرقاع. انتما المشاهدين ديالي، انتما يا كيبقى الاختيار ديالكم، باش ما بغيتو زينو زينو، كندير لها غير شويه ديال الشكلاط من فوق، وكندير القرقاع بحال هكا وكنبرك عليه واحد شويه. هانتوما المتتبعين ديالي الغاليين، تزيين المتتبعين ديالي كيبقى الاختيار ديالكم، باش ما بغيتو زينو زينو. انا درت الشكلاط الابيض وكندير واحد النص ديال القرقاع من الفوق. هانتوما هي الطريقه، انا غادي نوريكم بحال هكا، كندير الشكلاط الابيض وكندير القرقاع وكنبرك عليها شويه باش كتلصق على الشكلاط. المشاهدين ديالي درتو فوق حمام مريم، ذوبته هاد الشوكولاط هذا، راه ما كي ما تزيدو لا زيت لا والو، كما ديرو كما كيبقى، درتو في حمام مريم، هو باقي تبارك الله سائل مطلق. هانتوما اللهم بارك، ما ديرو لا زيت لا والو، كيبقى مطلق طبيعي. النوع ديال الكالا هو باش كنخدم الحلويات ديالي تبارك الله، كيبقى هو هذاك ما كيتحبب ما والو، كيبقى زوين في الخدمه. هانتوما المشاهدين كتجي تبارك الله الحليوه رائعه اللهم بارك، كنلقى بحال هكا من الفوق بحال هكا، وكندير الطرف ديال اللوز بحال هكا، الطرف ديال القرقع، ها هي كتجي الحليوه رائعه اللهم صل على النبي. شكلوا الحليوه ديالنا بهذه الطريقه،
طريقه بسيطه الحمد لله. اي حاجه في الدار ديالكم تصيبوا بها الحليوه بسيطه، ما فيهاش المقادير كتار، وتحطوها لوليداتكم تفرحوا بها وليداتكم نهار العيد وتعيدوا بالصحه والراحه وطول العمر ان شاء الله يا ربي امين. الكميه هي المشاهدين ديال الحليوه تبارك الله، هاد الحليوه عجنتها بكوبايل تبارك الله اللهم بارك، وزوقتها بالشوكولاته البياض والقرقعه من الفوق تبارك الله. ديروها في دياركم ما تندموش عليها، الحلوى زوينه واقتصاديه تبارك الله وبنينه ورائعه لذيذه اللهم بارك. وتبعوا الطريقه ديالي الغزلان ديالي وديروا لي اللايكات ديالكم الزوينه والتعليقات ديالكم، وابوني ما نساونيش الدعم ديالكم، الله يسهل علينا وعليكم يا ربي امين في هاد العواشر. الله يخلي لكم وليداتكم وصحتكم يا ربي، انا كندعم معكم في هاد العواشر، الله يخلي لكم وليداتكم دعموني معكم وشكرا لكم بزاف.